بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ معاكم مسار من قناة مسار ستارز، واليوم الفيديو راح يكون عن كي يعني شلون نصبغ الأظافر بشكل صحيح، وراح أراويكم المنكير مالتي. طبعا هذا أظفر انكسر فيا. يلا خلينا نبدأ. أول شي عندنا لون طلاء أظافر شفاف، هذا مثل ما تشوفون، وما بي درجة، لا بي 9.0. وعندنا لون أبيض، لون أبيض، هنا صار عليه منكير وردي وهو من هاي الشركة، ورقمه 302 302. وعندنا منكير لاخ، هو هذا المنكير الوردي من نفس الشركة، ورقمه 333. وعندنا منكير اسود من انجوي اتوقع، وهو رقمه 1117، نعم راح يبين عندكم. وعندنا منكير ازرق، هو هذا اللي استعملته هنا على هذا الاصفر، ودرجته 9.1. وعندنا منكير وردي فاتح من شركة بوبي، ودرجته لا هنا اكو رقم، يمكن ماكو، هو 32. فيا هو هذا، كلش لونه حلو، من قد ما لونه حلو انا مخلصته. وعندنا لون احمر من بوبي همين يعني، ودرجته ماكو درجته، ماكو شلوعه، ماكو. وعندنا لون زهري فاتح من فلورمار، ودرجته 1.21. يلا 1.21. وعندنا لون اصفر من شركة نيل بولش، ودرجته 0.7. سوري. وعندنا لون اخير هو هذا اللي يجي على يعني لونين، هذا هنا عندنا لون ازرق، هو كوما لون، بس انا اخترت ازرق كان ما عندي فاخذته. وهنا هذا مثل اللمع، تحطيه وياها من تب كود هذا همينة، وماكو ارقام هنيا، لا الازرق هنا 4 وهذا 6، ما راح يبين عندكم. وعندي يعني هاي كل المانيكيرات مالتي وكل شيء عندي. الزيتون من ندى، هذا العادي، طبعا انا انصحكم انه لا تاخذون مزيل اظافر باستون ثاني، ما لقيت غيره. وعندنا هاي العلبه اللي بها اشياء هيجي، هنا مقص ومبرد صغير، هذا مبرد هم يعني عريض كلش، وهاي مع الجلد الميت، آلة الجلد الميت، هاي هي العلبة مثل ما تشوفون. هسه خلصنا من الجزء الأول من الفيديو، خلنا ننتقل للجزء الثاني. وهسه احنا بدينا بالجزء الثاني، والجزء الثاني عن شان نصبغ الأظافر بطريقة صحيحة. أول شي تستخدمون أي لون انتو تردوه، انتو تحطون نيل تب كود، نيل بولش تحطوه يعني على مود يحمي الأظافر. فيعني هسه أني حاطة على الأظافر بس من بين مثل ما جاي تشوف، حاطة وخلي بيها اللمعة ورا ما ينشف تماما 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 كلش زين، يعني إذا ما ناشف ينشف يعني جزئيا، ف يعني المناكير اللي انتو راح تحطوه راح يصير مو زين. فيلا خلينا نبدأ. أول شي تخففون اللون شوية،
تخففون اللون. طبعا رجعنا لكم، وهسه انا ولا حطيت النيل بولش، راح نستخدم التاب كوت هذا بعدين. فهسه عدنا نستخدم اللون الازرق، راح استخدمه على هذول الاظافر الاثنين، هذا انا استخدمته عليه. حطيت هاي العلبة على مود يعني تقرب الاظافر من الكاميرا. يلا خلينا نبدا. اول شيء راح نبدا نحط، اول شيء تحطون خط بالنص وتحطون فرجة بالنص وتنزلون هيج، بعدين تجون من هاي هيجي و هيجي تحطوها. وهسه خلصنا من هاي الجهة، بس نشيل هنا الزوائد اللي صارت ونحط من هاي الجهة. فيلا خلينا نبدا. تخففون اللون مثل دائما وتجيبوها. هاي هيج، طبعا هذا لوست بهذا. فيا هسه خلينا نبدا بهذا الاظفر. اول شي ناخذ خفف شويه ونحط من النص خط ونجره، ومن هنا هيجي. طبعا انا اشكركم جدا جدا على مشاهدات القناة، 68 مشاهدة مع يعني الفيديوهات كلهن، رقم كلش حلو وانا ما تخيلت انه هيجي راح اوصل. فهسه ورا ما خلصنا نجيب هذا قبل لا ينشف بسرعة هيجي، بس انتو تسووها بريشة. لحظة بس خل اسوي هذا من هنا ارجع لكم. طبعا هسه مسحته، هسه خلينا نحط طبقة اخرى. هيجا حطيناها، هسه بس هيجا يعني نجرها اخر مرة من هنا من هنا. هسه خلصنا، بس هنا بقت شوية فراغ يعني زائد. اتسوى بالاسيتون يصير ارتب. هسه مثل ما جاي تشوفون هيك شكل الاظافر. هسه هذا نشف كله، فراح نحط عليه ال نيل بولش تاب كوت، اقصد تاب كوت. هذا تاب كوت، يلا خلينا نحطه. هذا اللون بعد خلصنا منه، يلا خلينا نحط النيل بولش. من ما يحتاج اصلا نخففه، بس شويه. يلا خلينا نبدا. اول شيء راح اسوي هذا الاظفر اللي سويته قبلكم. هاي شو مثل ما تشوفون شكله حلو. هسه خلينا نبدا بهذا. هلا هذا ناخذ شويه ويلا خلينا نحط هذا الأظفر الأخير. وخلاص هلأ خلصنا من النيل بولش، فهسه راح ورا ما ينشف ينتهي كل شيء. وهلأ خلص الفيديو، وإذا عجبكم لا تنسوا تدعمون الفيديو باللايك، وتوصلوا هذا الفيديو لخمسة لايكات، وتضغطوا على زر السبسكرايب او الاشتراك، وتكتبوا كومنت تحت. واذا عجبكم الفيديو واستفدتوا منه فسووا شير لحتى رفقاتكم يستفادوا منه. وبس هذا هو الفيديو اليوم. وباي.